أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار. دعا عميد بلدية الزاوية جمال عبد الناصر خليل جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وإلا ستتحمل مسؤوليتها المحلية والدولية. وأوضح خليل عقب الاجتماع الذي رعته الأمم المتحدة بالزاوية لوقف إطلاق النار بالعاصمة أن الوضع في طرابلس لم يعد يحتمل، طالبا من جميع أطراف النزاع وقف الاشتباك. طالب المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق صخرات كافة الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس الذي أعلنت عنه البعثة الأممية. ودعا المجلس في بيان نشر عبر صفحته بالفيسبوك الثلاثاء المجلس الرئاسي المقترح، دعاه إلى الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية وفقا للاتفاق السياسي. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلت من أفراد ومؤسسات ومجالس وأعيان وحكماء في سبيل تحقيق الصلح بين الليبيين حسب البيان. رحبت حكومة فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بنتيجة الوساطة التي توصلت إليها البعثة الأممية لإنهاء العنف في طرابلس وضمان حماية المدنيين. وجددت الدول الأربعة في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء، جددت دعمها للمبعوث الأممي غسان سلامة وجهوده الرامية إلى تحقيق وقف فوري ومستدام للقتال الدائر بالعاصمة وفق البيان. ودعت الدول الكبرى جميع الأطراف إلى وقف القتال فورا والامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إجراء يمكن أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار أو يعرض أمن المدنيين للخطر أو يعيق الجهود الليبية الرامية لإحراز تقدمنا في العملية السياسية. وزع فريق الإسعاف والطوارئ التابع لإدارة شؤون الجرحى مساعدات على العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات في طرابلس. وذكر المكتب الإعلامي للإدارة الثلاثاء أنهم وزعوا المساعدات على 50 عائلة فضلت البقاء في بيوتها بمنطقة خلة الفرجان وحي الزهور، وعلى عدد من العمالة الوافدة الموجودة بالمنطقة. وأضافت إدارة شؤون الجرحى أن الفريق وفر كذلك ممر آمن لخروج عائلتين من المنطقة. قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده مستعدة للعب دور دولي لحماية حقوق ليبيا المشروعة في مجلس الأمن وفي المحافل الإقليمية والدولية. ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المقترح عن الوزير الصيني تأكيده خلال لقائنا مع وزير الخارجية المفوض محمد سيالا استعداد بلاده للمساهمة في إعادة أعمار ليبيا. وأضاف الوزير الصيني إن بلاده مستعدة لدعم ليبيا في مجال إدارة الأرصدة المجمدة وتلبية احتياجات حرس السواحل الليبي وحماية الحدود. تعرض مستودع شركة البريغا لتسويق النفط بمنطقة الهاني لعملية سطو مسلح أسفرت عن سرقة أكثر من 800 اسطوانة غاز. وأوضحت الشركة في منشور عبر حسابها الرسمي أن المجموعة المسلحة هددت العاملين في المستودع بقوة السلاح بعد أن كان العمل يسير بشكله الطبيعي. وحذرت شركة البريغا من أزمة محتملة في نقص اسطوانات الغاز محملة المجموعة المهاجمة المسؤولية. هذا وتنوه قناة نبا إلى توقف خدماتها الإخبارية بشكل جزئي بسبب أعمال الصيانة والتطوير في استوديوهاتها، على أن تستأنف بثها خلال أيام بحلتها الجديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.